أخبار اليوم. الكاتبة الصحفية حليمة مضفر، كاتبة سعودية، نرحب بك معنا في بلدك الثاني مصر أولا، وفي مؤسستنا العريقة مؤسسة أخبار اليوم. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة جدا لزيارتي لهذه المؤسسة والمعروفة بتأثيرها، يعني تأثيرها العميق في الجانب الصحفي والثقافي والفكري يعني على مستوى العربي. كلمينا النهاردة عن مجمل الزيارة وعن نظرتك للصحافة المصرية في العموم. طبعا الصحافة المصرية من الصحف الرائدة في المنطقة العربية، ولها تأثيرها في مختلف الدول العربية مش فقط على مستوى الخليج، من ضمنها عالم أخبار اليوم يعني. وأكيد الزيارة هذه هي تأكيد للعلاقات المتينة أساسا يعني خلال التاريخ بين السعودية وبين مصر، وتعززها أكثر. فمن دون شك يعني إحنا سعداء إنه نحن في بلدنا الثاني، والسعودية ومصر قلب واحد، وإن شاء الله تفضل دائما هذه العلاقات بإذن الله. حضرتك كصحفية سعودية وكامرأة في المقام الأول، إيه أهم الموضوعات اللي بتشغل المرأة السعودية بتتناولوها في الصحافة؟ والله كثير المواضيع، إذا جيتي على المستوى الثقافي، إذا جيتي على المستوى الاجتماعي، إذا جيتي على المستوى الفكري النقدي، مستويات مختلفة. يعني لو تابعتي الصحف السعودية بتلاقيها أكثر نضجا في وجود المرأة السعودية على مختلف الأصعدة. ويعني خليني أنتهز هذه الفرصة أني أنا فعلا بحيي المرأة المصرية، وهي محل تقدير عندنا. يعني أعتقد أنه المرأة المصرية والمرأة السعودية في بيئة واحدة وبنفس نضالها، ومن دون شك يعني عملها مشرف جدا. اختصارا لأي مقدمات، شايف العلاقات المصرية السعودية إزاي؟ أنا شايفتها من أفضل وأمتن العلاقات على مستوى يعني الوطن العربي. أشوفي السعودية ومصر قلب أنا أحسها في المنطقة العربية، وهي القوة اللي بتحفظ اتزان اتزان العالم العربي. يعني الاثنين مهمين جدا عشان تكون المنطقة العربية أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر يعني إن شاء الله تنمية في المستقبل بإذن الله. في النهاية بنرحب بالوفد السعودي المصري وسعداء بوجود حضرتك معنا. شكرا جزيلا لكم، وأنا فخورة بهذه الزيارة لهذه المؤسسة العريقة، وعلى الحفاوة وعلى الترحيب الكبير. شكرا جزيلا لكم.